توقعات الأربعاء الموافق 26 أبريل، 26 نيسان، 26/4/2023. عندك لقاءات حب والأسرة النهاردة، والتجمعات في اليوم ده هيكون ليها تطور إيجابي بشكل كبير. هتخلي كل محادثاتك فيها فكرة عشان تحصل عليها من صديق بتفكر فيه، كل الفوائد اللي عنده، كل الفرص المحتملة اللي بتبقى بالنسبة لي. هيبقى عندك تعارف، صداقة جديدة هتكون ليها مهمة كبيرة جدا في حياتك. مهم جدا انك ما تتفاجئش من تطوير علاقتك والتزاماتك القديمة اللي فيها. في ظهور واضح لكل علاقاتك الجديدة مع اليوم ده. يوم الأربع مزدحم جدا، مرهق جدا لحد ما. يوم مهم جدا عشان تحمي نفسك من كل المتاعب وكل التأثرات اللي بتبقى بتهم الأشخاص اللي حواليك، اللي بيبقوا مش مبسوطين في الوقت ده معاك. هيجيب ليهم تجارب ممتعة فيها محادثات مفيدة، في نشاط مشترك كويس جدا مع الأشخاص اللي حواليك. هتبتدي تظهر شوية مشاعر فيها التزامات مرتبطة بامرأة قريبة منك، خاصة سنها فوق 35. هيكون يومك مناسب جدا عشان تعمل خطة. هتبقى متعلقة بعلاقة حب، ممكن من خلالها تتكلم بجراءة أكتر وتحزم كل التصرفات في القضية المالية المهمة. هينشأ شوية خلاف بين الأسرة بسبب عدم قدرتهم، علشان هم مش راغبين في الشخص ده في انه يتحكم في عواطفك. هتبتدي تزعجك أخبار هتبقى متعلقة بشخص عام عندك أو شخص من معارفك البعاد. يومك مناسب عشان يكون فيه اجتماعات وتجمعات مع أصحابك لو كنت مرتبط بأنك تسترخي في اليوم ده بعد شغل طويل. هنبتدي نفهم بعضنا بشكل كويس وهنحس بالرضا عن أننا بندي الأشخاص اللي حوالينا فايدة أنهم يشكوا فينا. هنبتدي نحس بقوة في صفاتنا الخيرية أكتر، وفي لعبة قدامنا النهاردة أننا هنكون حاسين برضا تجاه شغلنا والتزامنا اللي بنشوفه قدامنا، كحتى أعباء أو حتى كنشاطات هادفة بفضل الشغل المستقل. مع العبور ده هنبقى أكتر انضباط، أكتر كفاءة من المعتاد. القمر النهاردة هيبقى في يمنا في برج السرطان، هيبقى من خلاله بنسعى عشان نلاقي الأمان والألفة والدفء والعيش. هيشجعنا العبور ده عشان نركز اكتر على نفسنا ونتخلى عن كل التفكير الزايد، وهنتنوق وهنتوق اننا نشعر بانتماء اكتر. هيساعدنا تناغم القمر مع اورانوس ونبتون على اننا نطلق سراحه ونسيبه. ده هيعزز من قدرتنا عشان نبني افكار كتيرة فيها طرق مختلفة غير عادية. في حين ان القمر السرطان النهارده تقليدي وعاطفي، الا اننا مش ضد التغيرات اللي بتحصل حتى لو كانت طفيفه والاساليب الجديده. مع كل ده هيشكل القمر مربع مع كوكب المشتري بعد ما يظهر في اليوم ده. هتكون عندنا حاجه ملحه جدا اننا نتخلص من السموم ونهدى مره تانية. هيكون في شويه توتر ناتج عن صراع ما بين رغبات الاستقلال واحتياجاتنا التنشئه في اليوم ده، لغايه ما يدخل القمر برج الاسد في اليوم اللي جاي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، لو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.